محكمه قبلك بنادر يا مانتون لسوت تاجي وريه عبد العزيز غربيه وحنا محكمه وشيكتي ان مركه لدب لو دغه كيس كوريها محكمه قبلك بنادر وحي ديده اسورتا غي قرينادي ودوده وريها وحينا كجوابين ارنتاس مانتو تاريخو تاي افريت وك بيش تدوار وبكون يلواتن وحي كجواب دونتا اسورتا غي اي سو قدمين قرينكا قرينده ايدسنا عبد العزيز احمد غربيه محكمه قبلك بنادر مركي دغيستي سورتاغا قرينده الدفاع هذه السنه خاصو اي كودودين ان لا قادي كرين ان لا لو قادي كرين خيرك عقابته كل شيغين دعوه تايمي دستور راسده او قبا قودو فيستي تولاد محكمه مركي ارغتي قودبده 105 106 تدوات ان كو خيرك عقاب سومااليه قودب كستي تولاد يي 109 سي اي دستور كا كميل غاركا قودب كشناد حرف كخاء حرك الصحافة قدوك سجلة تولد حرك الصحافة وحو عدد أيكو إن أدى الله يستوى هذا سنوه على حين من الدستور أشد أكو عدد قدوك بقولي سجلة سي هذا الدستور ككم الجار كقدوك سجلة تولد الدستور هو حو شيء يا حرية الرأي يا أفكارته أدى الله سوى شيء هذا سنوه ما حمد كوساب سنا ملا حرير تور باهت الجوب شوك أو كم دي أو كم دي هم السوريين تذا أو حمد كوساب سنا ور وكو قري أكون كوكولة هبرتيس فيسبوك قدر كلامات الناس على هذا حركة صحافة دون كما هلا يا شخص يا وحكوا هلا يا ورباهين سداس درت محكمة قبل كبرات الواحد يدي سرتاجة قرن كهذا السنة سدا أكل واحد فري صحفيز كحرار أنت تقول يا قرن كهنا سوا هو فتشي أنا يدو هذا قدر كتدوات اللي يكو حركة هاك قاعد سوالية سبب توا هي تحفيز كحرار أنت ربناها كيس كربناها كاكو ما عدا بنك قال محكمة دايا ايد الله يستوريها وحديب وقع لسحر الى الانتسي ووافجسو حركة عقابته الصومالية كدب جوابت محكمة دا قبل كبنادر يا ابو كاتا داهر عرب وحاولها اللي ورباهنتا وحامر لباد محكمة دا قبل كبنادر لهور كياني وري عبد العزيز احمد قربية نفدقي كوباد محكمة دا اوضع اي تلاذي هورا وحا ان يسورتاك سميني ايديه حفيز كعرلالية وقود اقران كأوسو جيدية وريها maanta waxaa laga jawaabay isurtaagi maxkamada gobolka banaadir waxay ka jawaabtay isurtaagidi aan sameeyney qaarna waa diiday qaarna waa ogolaatay 14kii bishii abriil ayaa abdullahi gurbiye waxaa looga yeeray saldhiga degmada hodan waxaana la xiray 4 maamulood kadib markii uu dhaleeciyo dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada qaabka ay ula tacaashay cudurka coronavirus warbixin uu ku soo daabacay bartiisa Facebook wariyaha ayaana maalmo kadib damiin lagu sii daayay laakiin waxaa looga digay inuu sii wado faal kasto oo xasaasiya oo ay ka mid tahay ka hadalka cudurka COVID-19 Filsan Duceysane Shabeelle TV Muqdisho